سجل بلون بعد 3000 جنيه. ما أنت وعي ما دي متبينه. ما بتجين سنة دي ستة براد متجين. لكن مرة مرة وعي جرا مرة دين هو طبعاً تغا عم بق لبعدين تغا 3000 جنيه. وحاه باله إن إم بدن أو إن جمد أه أيش ويدين يان سدى أيون هليهن دل يرد كترسن ميليشيات كقوارج تأه على الشباب كواس وحرير يلا هذا الكوالد كود أما بكون ولا نشاه حرية ذات أي قدم بيسو مرك اللجو قلده أو لجو قن عي فكر كقوارج نمدا يدا أو مرك عصوي كدم بيا لقى قاعدة تلفون هذا جعنت أي ستان لو ما أقول إن التلفون استعمالان أو أي لحريران والد كود يدا أو مرك قار أي سن إهل كود مغلم وركود مدرسة نضاع تاس أو مرك قار كنتا إن والد كو آمنه إن ويل كود بيروري يسقى أو نال ما دام أوصل تلفون كهلين إسكاب داعين وأركيه فصح حرت مهلين إذا جوا الشباب شغنا فصح دم مهلين ماشنا على جوجنا وح سجارسين إنه مجرم سجارسين الآن مر بعد الله بلا دام يسدح بلا جوج تيار مر إنا تلاف من شلقة جاب وطمن قط دخل حتى مر وهبرت ساس الله إن شاء الله جاب ما إن سجارسين مر مجرم تادي مر عاد سجال بلا دوي أب إنا نتمو بين سجال بلا دوي ما قلنا تلاف الآن سجارسين الآن تلاف مجرم سجال بلا دوي تلاف كويان ما أنت وعي ما دم تبي لهنا عدي من هو إنت نولد كم ملينه سجال بلود إنت هم سجال كاس بلود توبر إيو إلا جور مركز ديت بلود يبدأ شم بلود جور مركز بقولي سدح بلود توبر أكو جو إنت هسنا مو يعني تلاف إنت كم يعني إنت مركز شاف قطر سنة مو عجز توالدك بس أتوجه تجد ما جرت تجد ما بتجين سنة دي ستة بلود متجين لكن مر مرة مو عجز مرة دين هو طبعاً تغا عم بق لبعدين تغا تلاف نقصيها إنت سدينها الضوء هذا صاحب بدأ يحاول مسيني أنا ما قدرت. هذا يكوا والله شيء حلو رأى لهم حذري. هذا نداء هذا لما ضاي لهم حذري هذا اللي كان. أهم شيء نرجع سعيلي إلى هاد دارتي قليهن جنديهن قرينا قليه. مرة أنا كنا عارجينا قليه أنا صير رجع وضدي أم قادنا غان. بشار شردي محمد يوسف سليمان أبو كرجيرو وإن مدة أخطر سنة من الأشياء كقاعدة قواريج تأهي الشباب مركان. وحال لها درسية والد كود وهوري قيري أبو ديوان قريي قاشان لعبد الرحمن نور سهل شاكي وكاتر سن سلاكيش عيدن كحوق دالك الصوماليات ايكوها القلق قبل كمدوك اياه شاكي إن ايقا أوفلون ايا باقا مدحوينها جمهوريات فدرالك الصوماليا اي اه ان دال يرادة لقلدي اي دوتكو ده اصو اللابتان وعافيس لوفيديو اي سودة ويين دال يرادان كسو اللابتي قواريج دال الشباب waxaan si u cadeynay ina waalidintii dhashay iyo dhamaanba iyo degmada waxaan ku tala galnay inaan u ogaadaan in caafimaad qabaan nabad ku yimaadeen ciidankii meesha ugu tagay waxa ka mid ah ciidanka xogta dalka Soomaaliya qaybta 12aad ciidanka daraawishta galmudug ciidanka deegaanka dhamaan si wada jir booliska hay'adaha amniga oo waxa ka maqnay waxaan ugu tala galnay in sidaas loo ogaado report kooda halka yaalo aan wax dhibaato ay ka jirin ayagana dib loo wareysanayo gudoomiyaha iyo gudoomiyaha ku xigeenka barnaamijkaas aan rabnaa in ku soo dhawayno insha Allahu Kariim waxa xaqiiqa ah in ay sahaba yaraatay wax xurriyad ah haysan dhalinyarada ka tirsan milishiyada kooxda qawaarijta ah ee al shabaab oo ay silac ku nool yihiin iyaga oo aan haba yaraatay xurriyad iyo xurmo ku dhaxeysan kamid ahaanshaha kooxda qawaarijta ah oo badankood gaajo ayaa lagu dilay intii gaajada ka fakatana milishiyada al shabaab ايا دبكو كشوبا.